يا أوروميا بيراوي كلاوي منجست بهولة شاسرة سدست يبجي تامت لياك كناونا جو ياك داچون يلمات سراو جاس ملكتو معبرارا يستوت يكللو كومنكيشن بيرو حلافي آتو هايلو الدنيا كللو بهولة شاسرة سدست بجي تامت يسمن بمتو متاني ابتاوير جت ياسمز اقبال تابلون دميت ابقنا يهنن تنبيها كقبل ما درس يمنجست اقل قلوتن ديجيتالايز دما درقن ديخوم ياندستري باركوچن بمولو اقم ودسران ديقبو ما درق لاي بتوكلت يسر البلاوال بهولة شي عسرة سدست يكللو أتاك على إيكونومي بس من بمتو يادقال تبلو تقمتوال إهين يإيكونومي إدقات لما اسمزقب يتلا أي وقت عجو تقمتوال عندنيا يمنغستن عقل قلوت ديجيتاليز يما رق سرا تتناكرو نا تكرت تسطوت يمي سرا سيون ولتن يو دمو يندستري باركوچون بملو أكم ودا مامرت اندقابو وأكثر تكامتو يتسرع جنال مالسم. بليلا بكل يمجب واستنن مرجع جت ودوتش ميلا كمرتوشن مصدق كوتش يمجب مرتوشن بعجرست مرتوش متكاتنا يسرع الفترة بكل منجس كفتنيا تكرت يجنيو وانا وانا قدوتش مهونا تون أتوهاي لتنا جوال. تاندنيا يمجب واستنن مرجع جتنا نولتنيا ودمو يexportن مصدق بعجرست يمي مرتو مرتوشن export بمدرج. كللوم أتقالي أغريتوام يوجه منزاري عند تاغين يمياسشلنو بسوستنيا درجة كوجه يميقابو مرتوچن أغروست بامامرت يمتاكات سرا عند تلق يستراتيجي أكتاجة تسطوت يتسرا يغنيال بارتنيا درجة يا سراد الفتران بهولة شاسرة سدس بجتامت سمنت بهولة ميلين هكتار مريتن بتلاقيو يسبل زر الرياوج بمشفن كهولة متو سلسة همست ميلين كنتال بلاي مرت لما سبسب تاكدو يتسران دهوني من ناقروت يبيرو خلافيو بكتما لمات كلاس تدقمو عراتنا تبوش لاي بما تكور عند ميسرة تناقروال يكتما قبرنا ماسفافات عندو يتكورت اكتاج عنو مالسن هولة تنيا انتربرونر شيبن ماسفافاتن ليلانياو يلق ات ماكل اندي هونو كاتموچاچين يلق ات ماكل اندي هونو يميسرا سيون بارتنيا درجه ياغلغلوت اسطاطن لماقلاطف اي غوفرنانسن مابرتاتت ماسفافات يميلون تكرت تدرجو يتسرى يغنيال يكللو غبي كغيزي ود غيزي يادغ بمطاتون يستاغوسوت اتو هايلو ب 2016 بجيت امات باتقالاي ك 141 بليون 168 مليون بر بلاي لمسبسب تاقدو يتسرى مهونن غلصوال يكللو غبي كغيزي ود غيزي يادغ ياللبت هنيتا نو يالو ب 2016 مدبنيا يغبي يمنغست غبي 103 بليون لمسبسب تاقدوال معناتنو በሁለተኛ ደረጃ የማዘጋጃ ቤት ገቢን ይመለከታል ከ29 ቢሊዮን ብር በላይ ለመሰብሰብ ታቅዷል ሶስተኛ የውስጥ ገቢን ይመለከታል ወደ 8 ቢሊዮን የሚሆን ብር ለመሰብሰብ ታቅዷል አጠቃላይ በ2016 141 ቢሊዮን 167 ሚሊዮን 642000 815 ብር ለመሰብሰብ ታቅዷል ማለት ነው። በክልሉ የሚስተዋሉ የሰላም ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት እንደሚሰራም የኦሮሚያ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይሉ አብራርተዋል። ክልሉን ሰላም ለማረጋጋት የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አጠቃላይ የኢትዮጵያ መንግስትም ለሰላም ቅድሚያ ሰጥቶ ይሰራል ግጭቱ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ የማድረግ ስራ አንደኛ ሆኖም አማራጫችን እሱ ነው። ክልሉ የያዘውን የልማት እቅድ ከግብ ለማድረስ ዜጎች አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርጉ ኃላፊው ጥሪ አቅርበዋል።